صحيح ظلم فريق محترم جدا. أنا شوفني في مقابلة الذهاب قلقنا قلقنا بالكده، وإن شاء الله نكونوا حاضرين إذا المقابلة عادية، يعني مش ما لازمش يكون أقوى من النادي الإفريقي ولا النادي الذي سفيقس، إذا اللي فرق كنا لعبنا قدامهم وربحناهم، وإن شاء الله نكونوا حاضرين، وكان إن شاء الله المفيد الماركي وإحنا ما نقبلوش، وإحنا مقابلة هذه ذهاب وإياب لازمك تنتصر باش تتعدى، وإحنا تاول كرة في دينا إن شاء الله ننتصر ونترشح، وخاطر الكاف هذا لاندي زوبديكتيف تاعنا إحنا سنة، وإن شاء الله ربي يوفقنا. إي إذا اللي مانيش نهبطوا إحنا ديريكت باش نتاكيو، إذا اللي كل واحد يلعب في بلاصتو، ونحاولوا ماركيو من الأول ما جاتش نقعدوا كونسونتري حتى نجم الماركيو في الاخر ننتصر نتعدي ونربحوا حتى وحتي نتعدي ونفيد الكاليفيكاسيون. ولا صحيح من فريق تنزانيا فريق محترم عنده ماني دي جور رابيد القديم، مي احنا ظهر لي باش نحاولوا نديركم معنا النتيجه نتاع لي، ان شاء الله باش نكونوا حاضرين، ان شاء الله نحاولوا نسجلوا من الاول ماني بسهل على رويحنا الماتش، ونكونوا حاضرين زاد نكونوا فيجيلون تيلي، ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله نجيبوا ورقه ترشح ان شاء الله. كما قلت لك احنا كما نحاولوا ماني نكونوا اكيليبر حتى كي نتاكيو ماني نحاولوا نكونوا اكيليبر تيلي، نكونوا فيجيلون خاطر ليكيب هذه عندي ماني دي جور رابيد القديم، ان شاء الله من لي ديتاي دوما الكل محضرين، وان شاء الله نكمل نخدموا لي دو سيونس اللي مازالوا، وان شاء الله لو جورجي نكونوا حاضرين ان شاء الله، ان شاء الله نجيبوا الترشح. لا ان شاء الله باش نحاولوا ماركيو من الاول، نحاولوا نحسموا نسهلوا لرويحنا الماتش من الاول، ان شاء الله ربي معنا.